بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. الآن كما تشاهدون مع المعلم أبو جمال في عملية شوال هذا الليل، نتمنى لكم أطيب الأوقات وامتعها وغدا عشاء سعيدا ولذيذا إن شاء الله. هذا المعلم أبو جمال الآن يقوم بتقطيع الأوصال والريش ويعطيكم العافية. الآن يقوم المعلم أبو جمال بعملية الكباب كما تشاهدون، ما شاء الله تبارك الله. هذا ال ما بحالك من لخك من لك إيه جواب. هذا الآن الفلفل الحار والطماطم والبصل، وكما تشاهدون النار الآن مشتعلة، وبعد لحظات إن شاء الله نقوم بعملية الشواء. نتمنى لكم عشاء هنيئا وبالصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير. في منزل من المنزل الشيخ أبو فيصل عبد الله الزهراني. مراسلكم حبانوف. هب صورتي أنا مراسل حبانوف. مراسلكم حبانوف الرياض الرفيعة. الله يكفينا وياكم نار جهنم يا لطيف يا اخي والله العظيم. انا عند المعلم ورسني فلاش. الان بدات عمليه الشواء، وضع الريش والوصال كما تشاهدون المعلم ابو جمال الان ما شاء الله تبارك الله. هذا مراسلكم اليوم بصوت مفتوح، بس التحمل على الدخان كيف الدنيا. استاذ احمد الحسن من المشرف على الشواء الان ما شاء الله تبارك الله. يا رب يلا 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 تم بالرحمن. بسم الله الشباب الباقيين متبل حمص حمص متبل ولا كله يلا يا شباب يلا كده وكده. يلا الله